استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مواطنة من ذوي الهمم تدعى السيدة ميزار عبد الله، حيث سلمها شقة الزوجية المقدمة كهدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد المحافظ شكر الرئيس السيسي الذي استمع إلى نداء العروس ووافق على منحها الشقة كهدية لها. من جانبها أكدت العروس شكر وتقدير الرئيس السيسي الذي استجاب لمطلبها ومنحها شقة الزوجية، في حين عبر أهل العروس عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس. بصراحة بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له يعني ان انا سلمت الشقة ويسلم لينا يعني ربنا يخليه. انا فرحانة جدا طبعا دلوقتي، حاسة ان انا لا مش فرحتي بفرحي وبس، حاسة ان فرحتي بفرحي دلوقتي بتتعاد مرة اخرى بوجودي وسط الناس اللي حواليا، وان انا فرحانة خالص والله بالشقة الجديدة.